تلميمه وعزيزية سمعان وزواري إلى جانب كفر حداد. قرى سيطر عليها الجيش السوري خلال اليومين الماضيين في ريف حلب الجنوبي، قاطعا بذلك على المسلحين فرصة التعويض بعد خسارتهم مساحات واسعة من مجمل المناطق التي عملوا على تحصينها خلال العامين الماضيين جنوب حلب. حققنا تقدم شاسع في المناطق المقابلة من الريف الجنوبي لمدينة حلب، نالوا منا ضربات قاسية من الطيران المرادف لهذه العملية، وقريبا سنكون على مشارف الطريق الدولي ونحرر مدينة الحاضر. اشتباكات مباشرة بين مشاة الجيش والفصائل المسلحة جنوب حلب، اشتباكات أسند فيها سلاح الجو والمدفعية تقدم القوات البرية، فدمر مواقع المسلحين وفرض عليهم واقعا ميدانيا متغيرا عكسه تقدم الجيش السريع. تقدم مستمر بإذن الله باتجاه الحاضر، وأيام قصيرة بنكون سيطرنا على الحاضر. التقدم سريع وتقدم رائع جدا، والمسلحين كبدناهم خسائر كبيرة في العداد والسلاح ودمرنا لهم آليات. الهدف الأبرز لعملية الجيش هو الحاضر، وبعدها العيس وتلتها وصولا إلى الطريق الدولي والإكاردة، حيث هناك مستودعات المسلحين التي لن تكون في منأى عن تقدم الجيش الذي تقول مصادره إن بنك أهدافه يشمل كل معاقل المسلحين على امتداد الجبهة. بعد سيطرة الجيش السوري على شقيدلي وكفر حداد، باتت الحاضر بين فكي كماشة الجيش المصر على التقدم وخرق أمتن خطوط دفاع النصرة التي بدأت تنهار قواها تحت ضغط التقدم البري السريع للقوات السورية. طارق علي من الريف الجنوبي لحلب، الميادين.